بارك، اللهم بارك. الجوبيا جابت حوالي 2 كيلو سمك ما شاء الله، ده غير اللي احنا رميناه للقطط وهو صغير. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. متفطط ازاي صحيح؟ ما شاء الله سمك كبير، ما شاء الله ما شاء الله. صاحي صاحي ينط، ما بعرف ما شاء الله. الدفعة الثانية من الجوبيا هي حطيناها وربنا رزقنا تاني اهو، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ربنا رزقنا اهو اللهم بارك. الجوبيا هي منزلها تاني الغيط، الارض والميه بعد كده ايه